بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. السيسي يؤكد أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام. مصر والأردن توقعان عددا من بروتوكولات التعاون خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. هذه العملية ليست من القوات المسلحة على الإطلاق، والقيادة العامة براءة تماما. المسماري ينفي مسؤولية الجيش الوطني الليبي عن استهداف مركز للمهاجرين بمنطقة تاجوراء، ويتهم فصائل متحالفة مع طرابلس بقصفه. تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير الوضع الحالي بالمنطقة ويفتح آفاقا لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي خلال لقائه السيناتور لينسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت للمرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام. وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر للجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات. من جانبه أشاد السيناتور الأمريكي بمتانة العلاقات التي جمعت مصر والولايات المتحدة، معربا عن تطلعه لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. والمزيد من المتابعة وتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. سيد جمال، بعد التحية، قراءتك للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسناتور جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في ظل تأكيد الرئيس على أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفقا لثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام. تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. يمكن في البداية يجب أن نحيط المشاهدين أن السياسة الخارجية المصرية مؤخرا أصبحت تهتم كثيرا بالتعامل أو العلاقات الوطيدة مع كافة الدوائر صنع القرار الأمريكي، سواء في الكونغرس، سواء بغرفتي طبعا بالنواب أو الشيوخ، أو حتى في مجتمع رجال الأعمال أو المال أو كافة اللبهات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أمر جيد جدا في السياسة الخارجية المصرية، بنجد دوما الرئيس بيحرص عليه، وأيضا وزارة الخارجية أيضا بتحرص عليه، وهذا أيضا يصب في تطور العلاقات المصرية الأمريكية اللي في الحقيقة تشهد الفترة الأخيرة تطور ملحوظ سواء على الصعيد السياسي أو حتى على صعيد الشراكات الاقتصادية. يمكن لقاء اليوم عن السيناتور الجمهوري الذي تتشابه مواقفه كثيرا مع الرئيس الأمريكي ترامب ربما لها خصوصية ولها أهمية كبيرة جدا، خصوصا أن السيناتور عضو الشيوخ، وهذا الشيوخ المهتم بالسياسات الخارجية الأمريكية، ناقش مع الرئيس قضايا هامة خارجية خاصة بسوريا وليبيا، ويعني الحل، والرئيس الفتاح السيسي أكد على فكرة الحل السياسي ودعم فكرة الدولة الوطنية. أيضا ركز الرئيس على فكرة الحل الدولتين في القضية الفلسطينية وعلى ثوابت الإدارة المصرية تجاه حل هذه الأزمة. كل هذه الأمور بتأتي أيضا في ظل أن مصر أصبحت لاعب إقليمي هام جدا في المنطقة، ربما الولايات المتحدة الأمريكية طوال الوقت، ومش الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ربما كافة القوى الآن الإقليمية والعالمية يعني بتستشير مصر وأيضا ترجع إلى مصر، خاصة أن مصر أصبحت لها رؤية في حل الكثير من القضايا تعتمد على الحل السياسي ودعم الدولة الوطنية. في الحقيقة أن رؤية مصر في كثير من الأحيان هي اللي بتثبت صحتها وتثبت أن الحل السياسي
بدلا عن النزاع المسلح هو الحل، خصوصا ان النشاط المسلحة وتطور العمليات الإرهابية في ليبيا وفي سوريا لم يؤدي الى استقرار الاوضاع في المنطقة حتى الان. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين تشمل إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية. جاء ذلك خلال استقباله لرئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أشادت بدور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار. كما ثمنت رئيسة الجمعية العامة مشاركة مصر الفعالة بمختلف أنشطة الأمم المتحدة وبسعيها للدفاع عن قضايا الدول الإفريقية والنامية، وذلك في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق بين البلدين على كافة المستويات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء وزير الدفاع المملكة الأردنية عمر الرزاز، حيث أشاد الرئيس السيسي باجتماعات الدورة 28 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني حرص بلاده على استمرار التنسيق مع مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن محادثات الدورة 28 من اللجنة العليا الثنائية بين مصر والأردن تطرقت إلى العديد من القضايا. وأشاد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بقوة ومتانة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. كما شهد رئيس وزراء البلدين توقيع عدد من بروتوكولات التعاون. على هامش انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز يشهدان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، منها بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وآخر في مجال الموانئ والنقل. مجالات التعاون الاقتصادي الحقيقة الحجم التبادل التجاري ما بين الدولتين ما زال يعني أمامه الكثير والكثير للزيادة والنمو في خلال المرحلة القادمة، والأهم هو حل أي عوائق أو عقبات بتواجه القطاع الخاص من الجانبين في أي مشاكل يعني تعوق الاستثمار. وفي مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ومديرية مراقبة الأسواق الأردنية، كما تم الاتفاق على خطة عمل ثنائية في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية. هناك بعض التحديات وبعض الفرص الكبرى في قطاعات زي النقل الجوي، فرص التصدير والتبادل التجاري. حددنا المعيقات حقيقة على أرض الواقع التي يعاني منها المصدر الأردني وأيضا المصدر المصري، وفي قطاع الطاقة وهو قطاع في غاية الأهمية. وفي مجال الاستثمار تم التوقيع على برنامج تنفيذي للترويج للاستثمار وبروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية، وهناك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبناء. كما تضمنت المراسم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. استمعنا في إطار من الشفافية لكل العوائق اللي بيشكو منها الجانب المستثمرين الأردنيين في مصر أو على العكس الاستثمار المصري في الأردن، ويمكن كان هناك وعد من الجانبين سواء الجانب الأردني والمصري في وضع يعني خطة تنفيذية لحل هذه المشاكل بصورة يعني عاجلة جدا وفورية. وفي ختام مراسم التوقيع قام رئيس وزراء مصر والأردن بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر والأردن في مجالات الإسكان والاستثمار والمناطق الحرة والخدمة المدنية وغيرها، رسالة مفادها إبراز التطور الإيجابي الملحوظ بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل التعاون المشترك بين القيادة السياسية بين البلدين. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. عقد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقاء مع رئيس الوزراء وزير الدفاع للمملكة الأردنية عمر الرزاز. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد الدكتور عمر أحمد الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وعقد الجانبان لقاء تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين. وأعرب القائد العام عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. أشاد رئيس مجلس النواب علي عبد العال بالسياسة الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية الروسية والتي تهدف إلى العودة مرة أخرى للبعد الإفريقي. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر البرلماني روسيا إفريقيا التي تستضيفها روسيا، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار عبد العال إلى أن إفريقيا تمتلك الكثير من الثروات وتعد سوقا كبيرا حيث تجاوز عدد سكانها 1.5 مليار. وجدد عبد العال التأكيد على أن مصر تتبنى من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في القارة وتطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من اليوم ب 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. بعد أن عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية على مستوى الجمهورية، تعود المبادرة من جديد متجددة بعطائها الذي يسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية. 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة التي انطلقت اليوم بما يضمن استفادة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين. أنا رحبت بالموضوع كصاحب منشأة ودعيت بعض التجار ان هم يبداوا ينزلوا معنا في الاسعار علشان خاطر نقدر نعين المبادره ونبدا نشتغل على المبادره، وفي محلات وسلاسل تانية قدرت ان هي برضو تستفاد بالمبادره وتنزل وتعمل نفس اللي احنا عملناه. نسب التخفيض اللي احنا بنطرحها بتوصل ما بين 55-60% ككم كبير طبعا، عشان بيبقى على بعض الاصناف اللي هي التزامات للبيت فلازم يبقى السعر المواطن يحسه. بمجرد انطلاق المبادره في يومها الاول شهدت السلاسل التجاريه المشاركه فيها اقبالا كبيرة من المواطنين على شراء ما يلزمهم من احتياجاتهم الأساسية من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة وهي المعلنة في المبادرة، معبرين عن تقديرهم للقائمين عليها لمراعاتهم ظروف واحتياجات المواطنين. مبادرة كويسة وخدنا كل اللي احنا عايزينه في متناول اليد بالنسبة لنا احنا في الفلوس. ترينا كمان في المنطقة ناس شعبية أكتر، فالأسعار ما بتنزل هنا أو المبادرة ما بتنزل هنا فالناس كثير بتستفيد. انا شايف ان يعني بتساعد الغلبان او الفقير يقدر يخش يجيب احسن من بره على اساس ان انا ما معيش حاجه، يبقى انا اخد من هنا يساعدني برضه، يعني بدل ما اخد حاجه
مثلا كيلو اخد اثنين اخد ثلاثة. كلنا واحد بتعبر عن تكاتفنا مع بعضينا ولمتنا على حاجة واحدة وعلى رأي واحد وعلى فكر واحد وثقافة واحدة وتعاوننا في كل حاجة، يعني التعاون في كل مجالات الحياة. ومع انطلاق المبادرة اليوم تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. يستطيع المواطن أن يستفيد من مبادرة كلنا واحد بخاصة في المناطق الشعبية، فالسلع الأساسية ذات جودة عالية وأسعارها مخفضة، فهدف القيادة السياسية أن يتم التخفيف عن كاهل المواطنين بطرح هذه السلع بأسعار تناسب الجميع. عبدالله بركات للتلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام عبد الحميد مدير أسواق إحدى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة. أستاذ عصام بعد التحية، ما مدى إقبال المواطنين على الشراء من هذه المبادرة؟ ما هي أكثر السلع انخفاضا في أسعارها وما هي أكثر السلع التي شهدت إقبالا من المواطنين على شرائها؟ تمام. والله بالفعل فعلا المبادرة دي بسم الله ما شاء الله عاملة رواج قوي جدا. نعم. واخد بال حضرتك احنا بدأنا المبادرة دي طبعا في توجيهات وزارة الداخلية طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. فعلا المبادرة عاملة رواج عالي جدا، وخصوصا ان السلع اللي تم توفيرها وبكميات كبيرة وبأسعار بصراحة أسعار رائعة. فعندنا مثلا على سبيل المثال السكر في الاسواق كله مثلا عامل 8.5 جنيه، احنا موفرينه للمواطنين ب 7.60 جنيه. نعم. الارز عامل 8 جنيه بدل 10 جنيه، الدقيق مثلا 6.5 جنيه بدل 7 جنيه. نعم. الزيت ازازه الزيت ب 10.75 جنيه، الاسعار القديمه كانت توصل ل 15 جنيه. السمنه عامله 12.5 جنيه، العدس مثلا 500 جرام ب 6 جنيه واللوبيا ب 6.5. نعم. لو هندخل على وعلى هذا الاساس، هل هذه السلع كلها بتشهد رواجا واقبالا من المواطنين بنفس الدرجه ام من بينها في بعض السلع الاقبال اكثر، مثلا ربما يكشف ذلك عن اهتمام المواطنين ببعض السلع على وجه التحديد؟ والله فعلا المواطن بيهتم بها، لان احنا فعلا كان تركيزنا فعلا بالتوجيهات اللي موجهه لينا في خصوص السلع ديت ان احنا نوفر السلع الرئيسيه، يعني بنركز على السلع الرئيسيه. نعم. فالسلع الرئيسيه طبعا حضرتك عارفها زي ما حضرتك ذكرت بالفعل. زيت، رز، سكر، حتى هقول لحضرتك الخضار مثلا كان في توجيهات وعليه. استاذ عصام، يعني كيف ردت فعل المواطنين؟ يعني الى اي مدى كنت حاسس برضاهم عن فكرة تخفيف المبادرة عن كاهلهم من أعباء المعيشة وتأثرهم بذلك؟ والله مبسوطين جدا، وبيجوا بدل المرة أكتر وبيبلغوا جيرانهم ويبلغوا الناس على المبادرة، اللي مش عارف بيبدأ يعرف وبيجي معاه أكتر من حد يعني، وفعلا بيشيلوا كميات المناسبة، وبنلاقي مثلا ان هو بياخد كميات ازيد برضو شويه بتفيده في الايام. نعم. اللي جايه يعني، لان نعم. فعلا الاسعار جميله جدا بالنسبه للسوق. نعم. الحالي يعني. بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله. نعم. الاستاذ عصام عبد الحميد مدير اسواق احدى السلاسل التجاريه المشاركه في مبادره كلنا واحد. اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اتهم الميليشيات الإرهابية في طرابلس ومصراتة باستهداف مركزا لاحتجاز المهاجرين واللاجئين قرب العاصمة الليبية. وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن القيادة العامة بريئة تماما من ارتكاب الجريمة، مطالبا مجلس الأمن بالتحقيق في الحادثة. هذه العملية ليست من القوات المسلحة على الإطلاق، والقيادة العامة براءة تماما من هذه الجريمة التي ارتكبت من قبل الميليشيات الإرهابية، باعتبار أن انفجار مقر الذي هم يدعون أنه للهجرة غير الشرعية تم بعد 17 دقيقة من الغارة الجوية.
17 دقيقة تأخير في تنفيذ العملية التي اتفقوا عليها ما بين بعض الإرهابيين من نصرتا ومن طرابلس على استغلال الضربات الجوية بشكل سلبي ضد القوات المسلحة، وهي أن يقوموا بارتكاب جرائم بعد الضربة مباشرة وإلصاقها بالقوات المسلحة. 17 دقيقة الفارق ما بين ضربة القوات المسلحة وما بين تفجير المقر الذي كانت به اللجنة غير الشرعية، هكذا تقول المعطيات الأولية لهذه العملية. كما نفى الجيش الوطني الليبي أنه استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين قرب العاصمة الليبية بعد مقتل أكثر من 40 شخصا في غارة جوية على المبنى. وقال الناطق باسم عمليات الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن الجيش الليبي جيش مسؤول، وقد أعطت قيادته أوامر بعدم استهداف أي منشآت حكومية أو خاصة أو عامة. نحن لم يصدر عنا أن نحن قمنا باستهداف هذا المركز اللوائي. أيضا هذا الموقع هو اللي يتحدث عنه هو موقع لميليشيا معروفة باسم ميليشيا الضمان، يعني قوة عسكرية اللي يتحدثوا أنها صار فيها انفجار، هي قوة عسكرية من قوات العصابات اللي متمركزة فيها قوة اسمها قوة ميليشيا الضمان. النقطة الأخرى أن نحن على طول مدى محاربتنا للإرهاب منذ العام 2014 لم تسجل علينا أي إصابة للمدنيين أو أي. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن غوتيريش دعا إلى تحقيق مستقل في الضربة الجوية التي أصابت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين. وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء. لا زالت الحرب تلقي بأوزارها على ليبيا ليدفع ثمنها فادحا المواطنون من أرواحهم. عشرات القتلى والجرحى من المهاجرين الأفارقة سقطوا في غارة جوية على مركز لهم في تاجوراء إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس. مصادر طبية أفادت أن هذه الحصيلة أولية وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرة إلى إصابة 120 مهاجرا. فرق الإنقاذ بدورها لا تزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى مركز الاحتجاز لنقل الجرحى والقتلى. من جانبها دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى فتح تحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس، وتقول إن الحادث يؤكد ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين الذين يدفعون أرواحهم ثمنا للحرب الدائرة. مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا تكتظ بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم وإنقاذهم في البحر، ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية. وقد عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرارا عن قلقها على مصير نحو 3500 من المهاجرين واللاجئين المعرضين للخطر لوجودهم في مراكز إيواء قرب مناطق المعارك. أكدت حركة الاحتجاج الرئيسية في السودان أنها قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي غدا دعوة الوسطاء لمناقشة تشكيل هيئة انتقالية. وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني بعد اجتماع لقادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحفي إن من الاشتراطات التي تم وضعها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض. وقال مدني إن الحركة اقترحت 72 ساعة للرد على الاشتراطات. أفاد بيان إذاعة التلفزيون السوداني بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمر بالعفو عن 235 أسيرا من حركة جيش تحرير السودان، وهي إحدى جماعات المعارضة التي تنشط في إقليم دارفور بغرب البلاد. وذكر البيان المنسوب للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي إنه يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى.
أكد النائب العام المستشار نبيل صادق أهمية تكثيف من باع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والإتجار بالبشر، وذلك عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها. جاء ذلك خلال كلمته اليوم خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، والذي يقام تحت عنوان معا لمكافحة الجريمة. اجتماع هو الأول من نوعه استضافته القاهرة لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النائب العام المصري المستشار نبيل صادق. الاجتماع يهدف إلى مصادرة متحصلات الجريمة والرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد. الأخطار المتصاعدة للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب والتي باتت تواجه منطقتنا العربية، فضلا عن أنه داعم بكل ثقة وقوة لتصميمنا جميعا على الوصول بتعاوننا في مجال مكافحة الجريمة بكل صورها إلى مستويات يتحقق بها الأمن والسلام لمواطنينا. نحن في بلادنا العربية نقوم على التواصل والتعاضد الفاعل والجاد في تعظيم الاستفادة المتبادلة، كوننا شعوبا واحدة لها نفس الأهداف والمصير. الاجتماع دعا أيضا إلى التعاون في مواجهة الأشكال المستحدثة للجرائم الجنائية، وأنها الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات والأخطار التي تواجه المنطقة العربية. نتشرف في الأمم المتحدة أن يكون هذا الكيان بالشراكة مع الأمم المتحدة وبالاستعانة بخبرات وبمعايير الأمم المتحدة الدولية في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب. ما زلنا نرى من حولنا اتجاها عالميا في المجال القضائي يرمي إلى توحيد الجهود واتساق القرارات ومساع مكثفة تهدف إلى احتواء المشروع الإجرامي سريع التطور، فليس أمامنا إزاء هذا التوجه إلا أن نواكبه وأن تثبت أجهزتنا مقدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه وتجاوزها كل المعوقات. شارك في المؤتمر 6 من نواب العموم لدول عربية، هي السعودية والمغرب وفلسطين والكويت والأردن والبحرين، بالإضافة إلى مصر. مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهابي وغسل الأموال أهداف جاءت لتعزيز العمل العربي العربية، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها، وأيضا استخدام التكنولوجيا في مكافحة الجريمة المنظمة. رمضان المطعاني، أني. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل. روحاني يؤكد أن إيران ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد الأقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي. العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، والفلوس اللي بتتوفر بتتوجه لدعم البطاقات التموينية اللي بيستفيد منها 76 مليون في كل محافظات مصر. الأجور في موازنة 2019 وصلت ل 301 مليار، وكان مستحيل نزود المرتبات للرقم ده من غير قرارات ترشيد دعم المواد البترولية اللي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وده حيمكن الدولة إنها تطبق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 ل 2000 جنيه. ترشيد دعم المواد البترولية الشريحة الأخيرة علشان الدعم يوصل لأصحابه. الآن نتحول إلى الأنباء الاقتصادية مع زميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا لك يا أمل، وشكرا لك أيمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. الدول العربية تتصدر مستوردي المنتجات الزراعية المصرية بنسبة 36% في 5 أشهر. أهلا بكم من جديد.
تصدرت الدول العربية المرتبة الأولى في استيراد المنتجات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة، حيث صدرت مصر أكثر من 3 ملايين طن من الحاصلات الزراعية خلال 5 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1,336,000,000 دولار. وبحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، استوردت الدول العربية نحو 1,380,000 طن بقيمة 599,000,000 دولار، تمثل 37% من الكميات المصدرة و 33% من القيمة المالية لها. هذا وحلت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني في استيراد المنتجات الزراعية المصرية، تليها الدول الأوروبية من خارج الاتحاد، وجاءت دول آسيا في المركز الرابع. أصدرت وزارة المالية قراراً بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الشهري للموظفين والعاملين بالدولة. أكدت وزارة المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو الحالي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو من 2019. وأضافت الوزارة أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافا سلط من خلاله الضوء على حجم أنفاق الدولة على الدعم المزايا الاجتماعية خلال 5 سنوات الأخيرة، بداية من عام 2014-15 وحتى عام 2018-19. جاء في الإنفوغراف أن إجمالي الدعم خلال الفترة المشار إليها بلغ 1.3 تريليون جنيه، وذلك بمختلف قطاعات الدولة بهدف بشكل مباشر التي تمس المواطنين، وبهدف تحسين مستوى المعيشة إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والنهوض بها بكافة محافظات الجمهورية. ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بالأربعاء بنحو 10 جنيهات للجرام، وذلك تأثرا بالارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للذهب. وسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 652 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 5216 جنيها. وإلى البورصة المصرية التي تبنى أداء مؤشراتها في ختام تعاملات الأربعاء تحت ضغط من مبيعات للمستثمرين المصريين والعرب، قابلتها مشتريات للمستثمرين الأجانب. وتقلص رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة بنحو 413 مليون جنيه ليصل إلى 756.6 مليارا بعد إجمالي تداولات بقرابة 830.6 مليون جنيه. وإلى الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بالولايات المتحدة بما قد يسهم في دعم اقتصاد متباطئ. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 8,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221,000 للأسبوع المنتهي في 29 من يونيو. وتحظى طلبات إعانة البطالة بالمتابعة لاستقصاء المؤشرات على أي زيادة في تسريح العمال نتيجة لتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزملاء أمل وأيمن، تفضل. شكرا لك حسام. أعلنت إيران عن نيتها الفعلية لإنتاج اليورانيوم المخصب باعتبار من الأحد المقبل بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015 والبالغ 63%. وأرجع الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار بلاده إلى عدم احترام الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق التزاماتها بشكل كامل حيال إيران، محذرا من أن إيران ستستأنف مشروعها الأساسي لمفاعل أراك
الذي يعمل بالمياه الثقيلة بعدما كان قد تم إيقافه بموجب الاتفاق. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو 2018 انسحابها بشكل فعلي من الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على طهران. انتخب البرلمان الأوروبي اليوم الإيطالي الاشتراكي الديمقراطي دافيد ساسولي رئيسا، وذلك في آخر منصب رفيع شاغر في الاتحاد الأوروبي بعد يوم من تعيين امرأتين بمنصبين رئيسيين في خطوة غير مسبوقة. وحصل الصحفي السابق البالغ من العمر 63 عاما على الغالبية المطلقة من الأصوات التي احتاج إليها في الجولة الثانية من التصويت، متفوقا على أقرب منافسيه جان زهرديل والذي حصل على 160 صوتا. بانتخاب الإيطالي الاشتراكي الديمقراطي دافيد ساسولي رئيسا أكمل البرلمان الأوروبي كافة مناصبه الرفيعة، وذلك بعد يوم من التوافق على تعيين الألمانية أورسولا فون رئيسة للمفوضية الأوروبية والفرنسية كريستيان لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي. وحصل ساسولي على الغالبية المطلقة من الأصوات التي احتاج إليها في الجولة الثانية من التصويت، متفوقا على منافستيه الألمانية سكايا كلير والإسبانية سيارا ريغو والتشيكي جان إيدل. وطالب ساسولي النواب الأوروبيين بأن تكون لديهم الشجاعة لإعادة إطلاق مشروع الاندماج وتطوير الاتحاد، داعيا إياهم إلى أن يكونوا أكثر استجابة لطلبات المواطنين الأوروبيين. لدينا عدة مشكلات علينا التعامل معها، منها البطالة بين الشباب وأزمة اللاجئين والتغيير المناخي والتوازنات الدولية الجديدة. ويكمل انتخاب رئيس البرلمان قائمة الشخصيات التي تولت المناصب الخمسة الأكثر أهمية في الاتحاد الأوروبي بعدما تم الاتفاق على باقي الأسماء خلال 3 أيام من المفاوضات التي أجراها قادة التكتل 28 في بروكسل. وتعد رئاسة البرلمان التي حددت ولايتها بسنتين ونصف السنة من المناصب التي يجرى التنافس عليها، وتسعى الكتل السياسية الأوروبية الكبرى إلى تقاسمها وإن كانت أقل أهمية من منصب رئيس المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي. ومع عدم دخول بريكزيت حيز التنفيذ بعد، لا يزال هناك 73 نائبا بريطانيا في البرلمان الأوروبي يشغلون مقاعدهم حتى انفصال لندن عن الاتحاد الأوروبي في عملية تأجلت حتى 31 من أكتوبر القادم. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور غسان معلوف المحلل السياسي. دكتور غسان بعد تحية، اليوم وبعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوروبي، في رأيك هل انتهى الخلاف الأوروبي حول تسمية المناصب العليا للاتحاد، أم أنه ربما يكون هناك ثمة خلاف أو جدال حول مجموعة من الملفات أبرزها بطبيعة الأحوال كيفية التعامل مع ملف الهجرة؟ مع أي ملف؟ نعم. لم أسمع حول أي ملف. دكتور غسان، كنت أتحدث عن بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوروبي، هل انتهى الخلاف بالفعل حول تسمية المناصب العليا للاتحاد، أم ما زال الخلاف قائما؟ أنا أعتقد أن الخلافات التي كانت في أوجها خلال الأيام الثلاثة الماضية، أعتقد أن القادة الأوروبيون قد تمكنوا من تخطيها بعد أن تم الاتفاق على بشكل تقريبا بين كافة الأحزاب المسيطرة على مجلس النواب الأوروبي حول بعض الأسماء التي تم فعلا طرحها، وهي كما تحدثت في معرض الخبر هو أن وزيرة الخارجية الأوروبية
هي من أقرب المقربين لأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، والسيدة كريستين لاغارد التي انتخبت أو عينت في منصب رئيس المصرف المركزي الأوروبي هي من المقربين للرئيس الفرنسي. الخلافات وقعت لأن الرئيس الفرنسي رفض مرشح المستشارة الألمانية الأول الذي اعتبره أنه غير مؤهل فعلا لاستيعاب فعلي للمنصب الذي سيتولاه. فكان من المفاوضات ما كثر خلال الليالي الماضية لكي يتم التوصل إلى شخصية السيدة السيدة الألمانية. نعم يعني وصلت الفكرة ربما عن تتحدث عن ترشيح يعني وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين لتصبح رئيسة المفوضية الأوروبية، هذا ما كنت تتحدث عنه منذ لحظات. ربما وافق أنجيلا ميركل على كثير لجان لرئاسة المركزي الأوروبي، والمناصب الأخرى ليست لها الأهمية التي يتمتع بهما هذان البلدان أي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي. وصلت الفكرة بشكل كبير، شكرا جزيلا لك من باريس الدكتور غسان معلوف المحلل السياسي. مستمرون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد أنباء الرياضة انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي العربي الأول ضمن احتفال إذاعة صوت العرب بعيدها 66. الآن لمتابعة الأنباء الرياضية مع الزميلة نهلة حجازي. شكرا أمل، شكرا أيمن، إليكم. شكرا لك نهلة. انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي العربي الأول والذي نظمته إذاعة صوت العرب بمقر الهيئة الوطنية للإعلام. تأتي فعاليات الملتقى بالتزامن مع احتفال إذاعة صوت العرب بعيدها 66 بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين العرب وممثلي المنظمات والهيئات العربية. تزامنا مع الذكرى 66 لانطلاقها، نظمت شبكة إذاعة صوت العرب أعمال الملتقى الثقافي العربي الأول بمقر الهيئة الوطنية للإعلام. يمكن 66 سنة على عمر صوت العرب، فيها الكثير من الزخم، فيها الكثير من الأحداث السياسية والأحداث الفنية والأحداث الإنسانية التي كان صوت العرب مرافقا لها منذ عام 1953 وحتى الآن. نحن من خلال هذا الملتقى نعيد هذه الرابطة بقوة بالنسبة لصوت العرب والحضور العربي على الساحة العربية. صوت العرب مشروع قومي متكامل، رسالة حقيقية أحيت في جيل بأكمله، ولازالت الإحساس بالانتماء للوطن الكبير. هذه المؤسسة التنويرية القومية العربية التي اتفق العرب جميعا على محبتها. يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور شبكة صوت العرب في الحفاظ على الهوية العربية والتواصل مع ممثلي الدول والمؤسسات العربية، والذي ظهر جليا في تصدرها لعدد من الجوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.
الملتقى ده ضم كوكبة من الأسماء اللامعة في عالم السياسة وعالم الاقتصاد وعالم الصحافة وعالم الإعلام، كلها أسماء شديدة التميز. ضمن فعاليات هذا الملتقى اللي هيستمر إن شاء الله ويبقى له أكثر من دورة تانية وتالتة ورابعة، وهيستمر بتفاصيل أكبر من كده. يتوازى احتفالنا مع صوت العرب مع احتفالنا بمناسبة جميلة جدا، وهي انتهاء فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس الذي ينظمه اتحاد الإذاعات العربية. وكان من يعني بفضل الله أننا في صوت العرب حصلنا على عدد كبير من الجوائز في هذه الدورة. شارك في الملتقى كوكبة من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية من مصر ومختلف الدول والمؤسسات العربية. 66 عاما مضت على انطلاق إذاعة صوت العرب من القاهرة، وما زالت قلب ونبض الإذاعات العربية ومهد الرسالة الإعلامية لكل الإذاعات العربية في الوطن العربي. من مقر نقاد المؤتمر والاحتفال، عبد الحميد صقر، النيل. وختاما هذا تثير بأهم عناوين الأخبار. السيسي يؤكد أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام. مصر والأردن توقعان عددا من بروتوكولات التعاون خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. هذه العملية ليست من القوات المسلحة على الإطلاق، والقيادة العامة براءة تماما. المسماري في مسؤولية الجيش الوطني الليبي عن استهداف مركز المهاجرين بمنطقة تاجورا، ويتهم فصائل متحالفة مع طرابلس بقصفه. ختام هذه البانوراما، إلى اللقاء.